او خلينا 160 ماشي. وبينما هو متوسط الحقيقي هو 170، يبقى الستاندر ايرور هو ايه؟ طبعا هو ليه كالكوليشنز يعني، بس هو بالمفهوميه كده هو مدى بعد النتيجه اللي انا طلعتها من السامبل اللي هي 160 عن ال 170. دايما السامبل بتاعتك هتطلع نتيجه مختلفه عن البوبوليشن، وده منطقي، بس هو انا بعيد قد ايه عن البوبوليشن. كل ما الستاندر ايرور كان صغير كل ما ده معناها ان انا قربت قوي من البوبوليشن، وكل ما كان كبير كل ما ده معناها ان انا السامبل بتاعتي بعيد عن البوبوليشن. دي فكره الستاندر ايرور. الستاندر ايرور ليه قانون اللي هي السيجما على جزء ان. السيجما دي اللي هي البوبوليشن اللي موجود في السامبل، مش هدخل فيه برده، لكن يهمني قوي جزء الان ده. سؤالكم ان الان في المقام يعني العلاقه بينها وما بين الستاندر ايرور علاقه عكسيه. كل ما حضرتك خدت سامبل صغيره كل ما بتقدرش تقرب قوي من البوبوليشن، وكل ما خدت سامبل كبيره كل ما تقرب من البوبوليشن وتبقى النتيجه ريبريزنتيف عن البوبوليشن. لكن هو اخد سامبل صغير زي ما الدكتوره قالت، انا فضلت اجمع حالات لحد ما زهقت او لحد ما المشرف زهق، وده مش صح. انت ممكن حتى البيك سامبل دي مشكله، يعني ان احنا بقى ان انت عديتي وعملتي بيك سامبل دي مشكله. انت لما مطلوب منك انك تعمل سامبل كبيره ولا مطلوب منك انك تعمل سامبل صغيره؟ انت مطلوب منك انك تعمل سامبل تقرب فيها من البوبوليشن على قد ما تقدر، اللي هو بقى السامبل سايز كالكوليشن. يبقى دي اول حاجه عرفناها اللي هي ايه الستاندر ايرور، وليه طريقه اسم تاني اسمه المارجن اوف ايرور. ماشي. المارجن اوف ايرور بيبقى نفس القانون بس في حاجه هنا اسمها الزي، هنقول ازاي بتتحسب. ماشي. والجزء اللي جاي كله كالكوليشنز، بس في الاخر هنقول ال بس ده كان بيتحسب على البرنامج صح؟ المارجن الستاندر ايرور بيطلع بيطلع اوت في، بس هو انا مش بدخله وانا بحسب السامبل سايز. يعني لما بطلب منك سامبل سايز بطلب منك حاجات معينه جيبها لي مش هي الستاندر ايرور. بقول لحضرتك ليه برضه. في بقى الكونفيدنس ليفل. الكونفيدنس ليفل او الكونفيدنس انترفال، احنا مظهر بنشتغل على حاجه اسمها 95% كونفيدنس انترفال. ايه هي اصلا الكونفيدنس انترفال دي؟ احنا برضو هنرجع لنفس فكره الستاندر والبوبوليشن. احنا طلعنا هنا متوسط الناس متوسط اطوالهم 160، بينما الحقيقي متوسط اطوال 170. لما بتيجي السامبل بتاعتك ما بتطلعش بس المتوسط، بيطلع لك مع المتوسط حاجه اسمها الكونفيدنس انترفال. الكونفيدنس انترفال بيقول لك ان انا 160 وعندي كونفيدنس ان لا مش بس او ماينس، بس او ماينس دي هي السامبل بوزيشن. هو بيطلع لك حاجه بقى انترفال كده ما بين قوسين من 175 ل 150 او 155، بيطلع لك مع المين، بيطلع لك كده كونفيدنس انترفال. الكونفيدنس انترفال دي بيبقى انت بنسبه، لو انا شغال على 95% انا بنسبه 95% شور انه البوبوليشن مين موجود جوه الانترفال. هو احنا دلوقتي بوبوليشن مين 170، الانترفال طلعت كام؟ من 175 ل 155، هلاقي رقم 170 موجود جوه. ماشي. كل ما انت زودت الكونفيدنس ليفل بتاعتك كل ما انت بقيت ميك شور اكتر ان هو، بس احنا طبعا بنشتغل دايما على 95%. الكونفيدنس ليفل ليها حسابات وليها يعني كلام كتير، بس انا بحاول اوصل لكم دايما حاجه ببساطه. يعني مش عايز ادخل جوه الديتيلز بتاعت الكونفيدنس انترفال، وهو اصلا الكونفيدنس انترفال بتحمل حاجه اسمها نورمال ديستريبيوشن كيرف، وليله كده يعني مش هخش في تفاصيل. بس هو كل الكلام اللي يهمني السامبل سايز ان انا عايزه اوصل ان انا دايما بحاول اقرب ستاندل من البوبوليشن. عايزه احاول ابدا دايما اقرب قيمه الستاندل من البوبوليشن، اعرف من الستاندل حاجه تدل على البوبوليشن. تمام. شفتوا برده التفاصيل دي. في بقى حاجه اسمها تايب 1 ايرور وتايب 2 ايرور. تايب 1 ايرور اللي هو الفولس بوزيتيف، ما انا برده واخده ساندل فانا متوقعه ان الستاندل ممكن تطلع لي حاجه اسمها الفولس بوزيتيف، انها تقول لي يعني انا مثلا واخده 2 جروبس مش هناخد بقى حاجه من حاجه. لو انا واخده 2 جروبس مثلا وبدرسهم، فالسامبل قالت لي في نتيجه السامبل قالت لي ان التو جروبس دول مختلفين. تمام. بينما هو في الحقيقه مش مختلفين. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا قلت انه لو احنا مثلا خدنا الورك ساتسفاكشن وخدت مجموعه دكاتره احنا الاكاديمي ودكاتره الكلينيكال، فطلع في بيننا مثلا ديفرنس في الورك ساتسفاكشن، انا حاسه ان انا مبسوطه بالشغل اكتر من الكلينيكال، بينما هو في الحقيقه احنا الاثنين مش مبسوطين بالشغل. يبقى السامبل اللي خدوها تاني مثلا انا ممكن يكونوا خدوا سامبل ناس من الاكاديمي مبسوطه ومرتاحه قوي، خدونا احنا مثلا كوميونتي مرتاحين، ممكن ياخدوا باثولوجي مبسوطين. فيعني هو ممكن على حسب السامبل بتاعتك، فطلعت النتيجه انه في ديفرنس ان احنا بتوع الاكاديمي مرتاحين اكتر من بتوع الكلينيك، بينما هو في الحقيقه البوبوليشن مفيش ديفرنس. يبقى ده اسمه تايب 1 ايرور. تايب 1 ايرور ذا probability اوف فايندينج ا ديفرنس، ان انا الاقي ديفرنس وذ اور سامبل كومبيرد تو بوبوليشن اند ذير از ايزنت ريلي، هو مفيش and really isn't one. يعني انا قلت ان في ديفرنس ما بيننا وما بين الكلينيكال وهو في الحقيقه ما فيش ديفرنس. فدي بيسموها تايب 1 ايرور او الفولس بوزيتيف، طلع نتيجه بوزيتيف
بينما هو الحقيقه المفروض ما يكونش فيه اصلا مفيش اختلاف. دايما احنا بنحط له ليفل اتفقوا كده بنحط له ليفل 5%، في 5% نسبه الخطا في تايب 1 تايب 2 ايرور بقى اللي هو العكس اللي هو الفولس نيجاتيف، ان هو يكون فعلا في اختلاف بيننا انه الاكاديمي فعلا مختلفين عن الكلينيكال ونتيجه السامبل طلعت ان مفيش اختلاف بيننا، يبقى ده الفولس نيجاتيف ان هو ما طلعش الريزلت بينما هو في الحقيقه هو فيه نتيجه. ذا probability اوف نوت فايندينج ذا ديفرنس ان انا ما لقيتش الديفرنس ذات اكشوالي اكزيست، يعني في ديفرنس ما بيننا وما بينهم وهو السامبل ما طلعتهاش، فدي بيسموها تايب 2 ايرور او هي البيتا. ده مش منتشر قوي. نعم مش منتشر قوي ها البيتا اللي هو تايب 2. لا لا منتشر طبعا، بس هو البيتا اصلا غلط من الاول في الغالب هتطلع كده من فاتك الريزلت مش هيطلع ريزلت بص. اه طبعا ايوه اصل هو انا بشرح ليه الحاجات دي لان دي بتدخل في الاوت بوت بتاع في الانبوت بتاعه الجهاز. انا وانا بدخله ان انا هشتغل على تايب 1 ايرور 5%، بيسالني انت هتشتغلي على كام، فبقول له انا التايب 1 ايرور ده انا عايزاه 5%، بيسالني انت عايزه البيتا كام. او احيانا هو الدكتور البشري بيقول هي مش منتشره، البيتا مش منتشره لكن الباور منتشره. كلمه مصطلح الباور هو المنتشر، الباور هو معكوس البيتا او 1 ماينس البيتا، فدايما احنا بنشتغل على باور 80%. فدي حاجه ثابته يعني انا بدخله في الانبوت بدخله ان انا بيسالني عايزه تايب 1 ايرور كام، فبقول له ايكوال 5%، بكتب له 5%. وبيسالني عايزه باور كام، فبقول له 80%. في ناس بتعلي الباور بتشتغل على 90%، بس لو هتعلي الباور يبقى هتعلي السامبل سايز. احنا دايما عشان نسهلها على الناس بنشتغل على اكتر حاجه اكسبتبل وتكون صح، يعني 80% ده اقل حاجه ممكن تكون اكسبت، فبشتغل عليه عشان تطلع لي السامبل سايز صغيره. لو عليتها تعلى السامبل سايز معايا لانه ده باور اكتر، فعشان اعلي الباور بتاعه الدراسه بتاعتي يبقى لازم اعلي السامبل. احنا قلنا ان السامبل علاقتها عكسيه مع الايرور، عشان اقلل الايرور وازود الباور محتاجه اخد سامبل سايز كبيره. فاحنا دايما بنشتغل على الليميت المسموح بيه واقل حاجه يعني تجيب له اقل نمبر من السامبل البيشنت. يعني البيتا زي ما هو الدكتور بيقول هي مش مشهوره ان احنا دايما بنستعمل مصطلح الباور عن البيتا. ماشي السامبل فورمولا الفورمولا طبعا هي يعني كلام نظري في نظري، يعني انا لا عمري حسبت سامبل سايز بالفورمولا ولا عمري يعني هنشرحها في المحاضرات كده وخلاص. الفورمولا جايه من ايه؟ انا هي فكره ان هو بيكتبها علشان الناس تعرف هي الفورمولا جايه من ايه، هو بيتحسب ازاي. الفكره جايه من القانون اللي انا قلته لكم في الاول اللي هو بتاع الايرور، هو عباره عن ستاندرد ديفيشن على جذر الجاذب. تمام، وقلت لكم ان بيبقى في حاجه كده اسمها الزي. الفي ده بيحاول يستاندردايز الايكويشن دي، هقول لكم قيمتها وبرده الزي. فهنقول بس كده دلوقتي ان هو الايرور او مارجن ايرور هو عباره عن الزي في السيجما على جذر ال، وبعد كده لو انا عايزه اوصل لمعادله ال اللي هي السامبل سايز فاقوم مطلعاها من المقام، فعشان اطلعها في المقام هقوم ضربه الزي في السيجما على ال، يعني هطلع دي من المقام وادخل دي. تمام، وبعد كده عشان اتخلص من الكوس سكوير ده هقوم مربعهم كلهم، هربع ال ان فهطير الجذر وهربع دول كلهم فهيبقوا دول كلهم تربيع. فدي معادله ال اللي هي معادله السامبل سايز، يعني عشان تبقوا عارفينها بس كده. الزي بقى تتحسب ازاي؟ الزي بتتحسب على حسب، هي الزي دي معبره عن البروبابيلتي اللي انت شغال عليها. يعني احنا قلنا ان احنا شغالين على كومبيدنس انترفال دايما كان كام؟ 95%. 95% دي لما تيجي تحسبها بيطلعوها من الجدول، طبعا دي برده جدول عقيمه جدا، يعني هو احنا عارفين ان الزي على 95% هي 1.96%، بس انت لو جبتها هتلاقي هنا الواحد 1.96 هتلاقيها تطلع 95. ايوه يعني البروبابيلتي بتاعت 95% على الزي سكور 1.96%، يعني تبقى عارف ان انت هتعوض بالزي ب 1.96. شاطكم انا في التفاصيل. دي بقى اكزامبلز على برده بالكالكوليشن، يعني احنا بنحسبها بالكالكوليشنز. فالسامبل سايز بتحسب هو انت الحاجه اللي هتدرسها كوانتيتيف ولا كواليتيف. كوانتيتيف يعني حد بقى من اللي خدوا معانا حضرتك معانا بس صح، قلنا ايه الفرق ما بين الكوانتيتيف والكواليتيف؟ الكوانتيتيف ينفع اكسبريس ان نمبر زي ايه؟ نمبر يعني هو كلهم نمبرز، بس يعني كوانتيتيف دي هي اكتر الكوانتيتيف هي الميجرمنت هي اليسار. ممكن اول حاجه تتعدي، يعني ممكن برضو الحاجه بالكاونتنج ده برضو يدخل تحت اللي هي الديسكريت. ماشي ده الكوانتيتيف. هما الكواليتيتيف ده قلنا وصفي، هي الدكتوره قالت وصفي، هي الدكتوره ما حضرتش معانا الكورس، هي الدكتوره بقى حضرت معانا الكورس. انت قلتي وصفي، انا بوصف الفاريبل الشخص اللي قدامي هو ميل ولا فيميل،
بس هي المخ ده بيطلع منه في الاخر بنمبر وبيرسنت. يعني انا دلوقتي وصفته ان هو ميل ووصفت دي انها في ميل، في الاخر بقى في السامبل بتاعتي انا عندي 20% رجاله و80% ستات. لكن الدكتوره قالته بقى بتاعت كوانتيتيف هي ميجرمنت، هي زي ما بقول كده متوسطات، متوسط الطول، متوسط الليفر انزيمز، متوسط مثلا الجين اكسبريشن، دي تبقى متوسطات. فعلى حسب هو انا كوانتيتيف ليها معادلات وهو انا كوانتيتيف ليها معادلات. طيب هندخل اول بروبلم. يعني هو في الحقيقه هو انا ماشي انا هجيبلكم البروبلمز دي وعشان اعرفكم ازاي تعوضوا في المعادله، بس هو في الحقيقه ما تبقاش الموضوع ايديال كده، يعني ما تبقاش كل عندك، يعني هتلاقي الموضوع ايديال قوي في البروبلم وجايب لك الارقام فتقوم انت واخد الارقام معوض عليها في القانون، زون الحقيقه ما بقاش كده. يعني هنا اول بروبلم بيقول ايه، a study is to be performed to determine a certain parameter in a community. في certain parameter انا عايز اظبطه في الكوميونتي. From a previous study طلع ان ال standard deviation بتاع البارامتر ده 46. يعني مثلا say ان انا عايزة ادرس مثلا اي متوسط، متوسط اي حاجة مثلا في الديفيشن، مثلا متوسط البلاد شوكر في الديفيشن او البلاد جلوكوز في الديفيشن، فطلع المتوسط البلاد جلوكوز في الديفيشن ده من بريف. احنا دايما لما حد بيجينا بيحسب سامل سايز بنقول له هات لنا بيبرز عن الموضوع. احنا مش بنقول له هات لنا بيبرز عن الموضوع عشان احنا يعني عايزين نتعرف على الموضوع، انا بجيب بيبرز عن الموضوع عشان اشوف الارقام بتاعت الناس. هو السامل سايز بتتحسب من ارقام الناس اللي قبل، وعلى حسب كل رقم انت بتجيبه بيطلع لي رقم مختلف السامبل سايز. يعني احيانا يبقى بيجيب بيبر طلعت له سامبل سايز 120، يعني الفرق ما بين المجموعتين قليل قوي، كل ما يبقى الفرق قليل بيحتاج سامبل سايز كبير عشان ينزل الفرق ده. فاقول له لا معلش غير البيبر، هات بيبر يكون الفرق ما بين الاثنين كبير شويه، كل ما تكبر الفروقات ما بين المجموعتين كل ما تجيب سامبل سايز صغير. ماشي. فهو مثلا قاس حاجه فطلع الستاندرد ديفيشن بتاعها 46، وهنا السامبل ايرور اللي هو المارجن اوف ايرور كان 4. تمام. وعايز يشتغل على كونفيدنس انترفال 99%، احنا بنشتغل على 95، 99 هتطلع لي سامبل سايز كبير. ده القانون في حاله زي كده عباره عن ايه؟ عباره عن الزي تربيع في الديفيشن تربيع على الدي تربيع. ايه الزي؟ الزي احنا قلناها ان لو هنشوف كده قيمه الزي نرجع لها، الزي دي احنا قلنا هي قيمه ثابته بنعوض عنها. لو عند 95% كانت 1.96، لكن عند 99% كانت 2.98. ماشي. فهو رايحه كده المعادله معوضه عن قيمه الزي ب 2.58 تربيع. تمام. السيجما اللي هو الستاندرد ديفيشن اللي انا جايباه من البيبر اللي قبل كده اللي هي كام؟ 46. فهحط ال 46 واربعها على الدي اللي هي لا هنا. ماشي تمام كده. على الدي اللي هي ايه؟ اللي هي السامبل ايرور او اللي هو المارجن اوف ايرور اللي هو 4 عند 4، وهتحط برده تربيع. دول حاسب بتاع طلع له 880 طبعا لان هو شغال على كونفيدنس انترفال 99% 99 دي طلع ارقام كبيره قوي. طيب يبقى دي كانت حاله كده ان انا بقارن دي بيسموها سنجل مين، لان انا واخده متوسط واحد ستاندرد ديفيشن واحد. احيانا بقى بنبقى شغالين على تو بوكس، ده معظم شغلنا كيسز وكنترول، فدايما بنبقى شغالين على تو بوكس ومقارنه ما بينها. فمثلا بيقول لك اهو دي بروبلم ثانيه او ايكويشن ثانيه. A study is to be done to determine the effect of two drugs. عندي two drugs A و B على ال blood glucose. وجاب لي papers من قبل كده قال لي انه ال standard deviation بتاع ال blood glucose مع treatment A كان 8 وال standard deviation بتاع ال treatment B كان 12 وال mean difference يعني متوسط الاختلاف ما بين الاثنين difference كان 3، وهو شغال على كونتنس انترفال 95% وشغال على باور 90%. احنا قلنا دايما بنشتغل على باور 80 لانه 80 دي بتدينا برده اقل سامبل سايز. هتلاقي هنا لما حسب هتلاقي برده السامبل سايز يعني 242 تعتبر كبيره برده. هنا لما بشتغل على تو جروبس بيبقى عندي معادله ثانيه، يعني المعادله دي لما بشتغل على وان جروب كان سنجل مين وكان سنجل ستاندرد ديفيشن. هنا انا بقارن تو جروبس مطلعين متوسطين مختلفين، هو متوسط انا عندي تريتمنت A وتريتمنت B. تمام. بقارنه بشتغل بيه على الناس، يعني واخده جروب الدبلوم مره تريتمنت A ومره تريتمنت B. تمام. وبشوف المتوسط البلاد جلوكوز مع تريتمنت A ومتوسط البلاد جلوكوز مع تريتمنت B، فبقى عندي كده 2 مين جاب الديفرنس ما بينهم اللي هو 3. يعني مثلا كان سين هو كان 1120 1123، فالديفرنس ما بينهم كام؟ 3. والستاندرد ديفيشن بتاع تريتمنت A كان 8 والتريتمنت B كان 12. هعملها ازاي بقى؟ دي معادله ثانيه خالص. المعادله دي بتقول ايه بقى؟ ان انا
سامبل سايز محتاجه ستاندرد ديفيشن 1 بلس ستاندرد ديفيشن 2 في كل تربيع. طبعا في حاجه اسمها الاف على الدي 2 يبقى 8 تربيع بلس 12 تربيع في الاف. الاف دي قيمه ثابته بيجيبها لما ابقى شغاله على هو هنا شغال على كام باور شغال على باور 90 وكمز 85. الباور ده احنا قلنا ان هو معكوس البيتا يعني لو هو شغال على باور 90 يبقى البيتا كانت كام 10 يبقى هنروح هناك على ال10 اللي هي دي تمام. واحنا شغال على 95% يعني هي معكوسه الالفا. الالفا لو هي 95 يبقى الالفا 5 يبقى انا انزل كده تطلع قيمه الاف 10 ونص يبقى اهي 10 ونص اهي الجدول دي حاجات ثابته زي بنعوض عنها زي الزيت. هتقولي حط ال 10 ونص حطها هنا على الديفرنس اللي هو 3 تربيع وتعملي المعادله وتحسبي يبقى كده. طبعا هي حسابات يعني ممله هوريكم دلوقتي بالبروجرام يعني ايه ما تاخدش سنه. طيب البروجرام 3 بقى ده بيتكلم على تنجل بروبورشن. If we desire to estimate proportion of anemic children in a certain preparatory school, أنا عايز أشوف نسبة هنا بقى دي كاتيجوريا إحنا دخلنا على الكواليتي اللي هي number of births. عايز أدرس نسبة الأطفال اللي عندهم أنيميا في مدرسة preparatory. فجبت له جاب له قلت له هاتي بيبر قديمة. فالبيبر القديمة لما جابها طلعت البرسنتج دي 30% تمام. طيب هو بقى عايز يحسب السامبل سايز وانا شغاله على كونفنس انترفال 5 او كونفنس 11 يعني 95% والستاندرد ايرور عندي او اللي هو المارجن ايرور 4% ليها معادله. المعادله دي بتقول ايه بقى؟ الزي تربيع في الباي تفتح قوسين 1 ماينس الباي على الدي 2 ماشي. يعني ايه الكلام ده؟ الزي احنا هنا شغال على كام؟ على 95. احنا قلنا لو رجعنا كده للزي هنقول انها 95 لما نيجي نعوض عنها تتعوض بكام؟ 1.96% 2 نعم؟ تقريبا 2 اه لا هي بتبقى 1.96 بتعوض عنها بالظبط كده فتقوم معوض بقيمه الزي تبقى 1.96% تربيع في الباي دي اللي هي البرسنتج اللي انت جبتها من الاستادي الاولاني اللي هي 3.10 اللي هي 30% يعني ضربتها في 139% تفتح قوس 1 ماينس 3.10 على ال 4% اللي هي نسبه الايه الستاندرد ايرور اللي كان عندي في الاكزامبل تربيع فيطلع لك الاكزامبل سايز 504 ده لو هو بيدرس سنجل بروبورشن. احيانا ممكن يدرس تو بروبورشن زي مثلا ان هو هيقارن واخد بقى تو جروبس وبيقارن ما بينهم بس هنا مش بيقارن ما بينهم زي الاكزامبل بتاع التريتمنت A وB بس تريتمنت A وB كان بيقارن متوسطات هنا هيقارن نسب ان بريفيوس ستادي percentage of hypertensive among diabetes was 70% and among يبقى هنا خد مجموعتين مجموعه diabetic عندها diabetes ومجموعه ما عندهاش diabetes والبرسنتج اوف هايبر تنسس في مجموعه diabetes 70% والبرسنتج في النون diabetic 40% ده الكلام ده من بريفيس ستادي من البيبر القديمه اللي هو جايبها لي. هو بقى بيقول لي جايب لي البيبر بيقول لي انا بقى هشتغل كده مجموعتين اخد رقم قد ايه. هو في البيبر القديمه مطلع له واحده 70% واحده 40% طبعا ده ديفرنس كبير في الـ percentage يعني. A research wanted to perform a comparative study for hypertension هو عايز يعمل احنا معظم شغلنا احنا بنعيد البيبرز يعني احنا بنشوف الناس اشتغلوا ايه ونشتغل زيهم فهو شاف البيبر دي مقارنة والنتيجة غلط 70% و 40% فجاب لي البيبر دي وقال لي شوفي لي كده احسبي لي السامبل سايز وهتشتغل على confidence limit قد ايه؟ قال لي 95 وعلى باور قد ايه؟ 80% وال marginal of error 4% فعندك ده بقى يعني معادله ثانيه خالص اللي هي 2 في probability على هنا دي مش probability دي probability difference. probability difference دي انك بتاخد الاثنين proportion بتجمعهم على بعض او هي بتسموها متوسط proportions يعني بتاخدهم الاثنين وتجمعهم على بعض تقسمهم على 2 كانك بتاخد متوسطهم يعني 40 على بلس 70 110 110 على 2 55 فدي اسمها probability average probability يعني. طب يضرب الاثنين بال 55% ويفتح قوس 1 ماينس 55% في الاف اللي احنا خدناها قلناها بنجيبها من جداول طلع هنا 7.8 هي 7.9 في الجدول على دي 2 اللي هو جايبها لي في الاكزامبل 4% طلع لي في الاخر بعد ما عوض على الارقام كلها طلع له 2414 ماشي. انا عارفه الماس والكالكوليشن بيبقى رخم هقول لكم بقى احنا بنعملها ازاي على الجروب ده بقى براكتيكال باي الميدكالك. الميدكالك انا صراحه بقوله بحبه قوي لان هو يعني سهل جدا هو بيجيب لي الحاجه انا عارفه الايكويشن فبيجيب لي الحاجه زي الايكويشن بالظبط
هو بس انا كل اللي بعمله ان انا بطلع من البيبر اللي هو الكارت جايبها لي بطلع الارقام وحطها في البروجرام طلع يظهر. هو حلو قوي. في حاجات اونلاين تانية يعني يطلب مني مش عارفه مين ديفرنس هتطلع ليها معادله اقعد احسبها بيها عشان ادخلها اونلاين. لكن الميد كالك يعني ميد انا بحبه لان هو سمبل قوي يعني باخد الرقم احطه فيه طلع لي نتيجه. وبحبه قوي بحس ان انا يعني وبفتش كتير. A researcher wants to know if resting systolic blood pressure of a female doctor differs from general population. احنا كستات دكاتره هل مختلفين عن بقيه الستات اللي في الجنرال بوبوليشن في السيستوليك بلاد بريشر؟ هل احنا مثلا في الشغل بتاعنا والستريس والقرف اللي احنا عايشين فيه الضغط بتاعنا اعلى؟ هو ده هو ده الستاتيك كويشن بتاعه. هو غالبا هو يعني ده ريستنج مش الريستنج. والله الريستنج بتاعنا برضه احنا كلنا شغالين يعني واحد ريستنج قاعد متعصب فاكيد الريستنج عالي يعني يعني ما هو كده ريستنج بيعلم الستريس اللي احنا فيه برضه. لا انا ما اقصدش بس يعني الريستنج المفروض يبقى هادي المفروض هنشوف. طيب انت بتروح وعارف انت رايح الصبح ليه فتلت دماغك شغاله احنا مش ريستنج اصلا فمفيش ريستنج اصلا. طيب لا بقى ده غير الاكل. الاكل كل واحده عندها مشاكلها امتحانات والعيال كنا بنحلم بالرساله ولما العيال دي عند الست مش بتشتغل زينا دكتور برضه مش مشكله انما لا بس انت بقى عيال مع شغل مع كلها في العمليه شغل هنا وشغل هنا وضغط مش من هنا امال احنا هناخد الشهاده كده فكره بسكاني. طيب رجع بقى خد بيبر جاب لي الكامل ده جاب لي بيبر قال لي فيها انه ريستنج بلاد سيستوليك بلاد بريشر عند ستات الدكاتره لما قسوهم لقوهم 125 بلس او ماينس 20 بلس او ماينس ده اللي هو الرقم بتاع الستاندرد ديفيشن. فمتوسط السيستوليك بلاد بريشر الريستنج عند ستات الدكاتره 125 بلس او ماينس 20 تمام. طيب الستات بقى العاديه كام؟ ده بقى هنرجع لها من الهيلث ريكوردز بقى مش بتبقاش ستادي بقى ده بيشتغل على بوبوليشن كبير. فالمفروض بقى الدول المحترمه بقى عندها هيلث ريكورد في كل حاجه. فعنده بقى السيستوليك بلاد بريشر عند الستات اللي في سننا وفي وضعنا وفي كل حاجه بس مختلفين عننا في الوظيفه يعني 120. يبقى في فرق خمسه هم احنا 125 وهم 120 ففي فرق خمسه. الخمسه بقى ده هنعوض عنهم بقى في البتاع ده انا كنت هدخلكم في الهيبوس. هنشتغل على كونفرنس الجربه 95 وعلى باور 8. انا بقى ده واحد جاب لي رساله اهو. الرساله دي بيقارن المين ده بيسموها سنجل مين. ليه؟ لان انت بتشتغل على مجموعه واحده اللي هي مجموعه الستات الدكاتره مش بتقارن مجموعتين. انت بتقارن مجموعه الستات الدكاتره بالجنرال بوبوليشن اللي هي الستات اللي في وضعنا بس مش دكاتره تمام. هو مش مجموعتين لان انا مش بدرس مجموعتين. انا باخد خدت مجموعه بدرسها مع مجموعه بقارنها بالجنرال بوبوليشن. ففي الوضع ده بيسموها سنجل مين. انا بقى هعمل ايه؟ هدخل انا كده فاتحه الاي بي الميد كالك. عندي اوبشنز كتير على فكره. الميد كالك من البروجرامز اللي بتعمل حاجات كتير قوي. بتعمل يعني حتى من ضمن الحاجات اللي بتعملها بتحسب الستاتس اوف سيجنيفيكانس كلها الكاي سكور. انا متهيألي لقيت لينك ليه على فيسبوك لو كتبت بينزله في فري. هو ده بفلوس بس هو بينزله في فري. بدخل بقى هو في كذا اوبشن. هختار السامبل سايز. السامبل سايز مديني اوبشنز كتير. في السامبل سايز انا هختار ايه؟ سنجل مين لان انا واخده جروب واحد بدرسها وبقارنها بالجنرال بوبوليشن. فاخترت السنجل مين. هيدخلني بقى بحبه قوي دخلني بقى بحاجه سهله جدا. هيقول لي انت شغال على تايب 1 ايرور كام؟ 5%. طيب شغال على تايب 2 كام؟ اللي هو الباور 80 اللي هي البيتا بقى 20. هو احنا قلنا ان الباور هو معكوس البيتا او 1 ماينس البيتا. فلو انت قلت لي انك شغال على باور 80 يبقى البيتا اللي هي 1 ماينس باور دي 20. طيب هو عايز مني ايه؟ عايز مني المين اللي هو انا جبته من الاستادي اللي قبل كده اللي هو الاستادي اللي قبل كده لما درست الستات الدكاتره لقيتنا 125 انت حطيته 125 وعايز الستاندرد ديفيشن بتاع الاستادي بتاعتي دي اللي هو 20. طيب النور هايبوثيسس فاليو يعني هو بتاع الجنرال بوبوليشن بتاع الجنرال بوبوليشن كام؟ 120. قوم حطاه. فاول ما احط كده اقول له كالكوليت قوم دايس على كالكوليت يطلع لي نتيجه على طول 128. يبقى انا عشان اشتغل على السامبل سايز كويسه يبقى لازم اخد 128 دكتوره وفي ميل وادرسه واشوف هل الاستادي بتاعتي تطلع زي الاستادي اللي قبلنا ولا ممكن اضيف حاجه للعلم الجديده ولا ما اضيفش خالص يعني براحتي خالص. المهم ان انا وصلت ان انا محتاج السامبل سايز ماشي. في ناس بقى
يجيبوا بقى ايه يحتاجوا لو هم تو مينز بقى. يعني لو انا مثلا في نفس هو طبعا عامل اكزامبل, بس لو انا في نفس الاكزامبل ده لو انا خدت بقى الستات الدكاتره وقارنتهم بالستات المهندسات مثلا عشان اشوف السيستوليك بلاد بريشر في الاثنين, هنا مش بقارن بالجنرال بوبوليشن انا بقارن تو جروبس ببعض. هناخد بقى الاكزامبل هنا اديت بيرشر هو تو تيست التوتال سيرم كوليسترول ديفرز بين الليل والويل. الرساله بتاعت حضرتك عايز تشوف تاثير الجندر على الكوليسترول, هل في اختلاف ما بين المان والومن في متوسط الكوليسترول فيهم. طيب انت كيف قلت لي كده, اقول لك هات لي استادي قديمه, فجبت لي مش قديمه يعني استادي قبلك, ففي ناس قبلك درسوا لقوا ايه بقى, لقوا ان هو في الرجاله 192 بلس او ماينس 35 وفي الستات 207.1 بلس او ماينس 66.7. ماشي طيب انا بقى هحسب لك سامبل سايز ازاي, دي الارقام انا بطلعها من البيبر اللي انت جبتها, بطلع متوسط الكوليسترول في الستات ومتوسط الكوليسترول في الرجاله, هم اشتغلوا نفس شغله طب طلعين نفس الارقام. طيب هم انا برضو هدخل على نفس, بس هنا بقى بدل ما ادخل على السنجل مين بدخل على تو مينز اهو كومباريزن اوف تو مينز. يبقى انا هنا المره اللي فاتت دخلت على سنجل مين, هنا هدوس على كومباريزن اوف تو مينز. لما ادخل على كومباريزن اوف تو مين هيطلع لي ويندو مختلفه شويه, هيقول لي تايب 1 ايرور كام, هقول له 5%. طب تايب 2 ايرور كام, 20%. هيطلب مني حاجه اسمها differences of mean. يعني هو هنا كان مطلع 192 و207 الديفرنس بتاعهم كام, بطرحهم من بعض بيطلعوا 14.7, والستاندرد ديفيشن اللي في الاولاني كان 35.2 اهو, والستاندرد ديفيشن الثاني كان 36.7. وبقول له ان انا عايزه انا المجموعتين انا عايزاهم واحد واحد. بيسالني انت هتاخد المجموعتين ازاي, في ناس بياخدوا واحد اثنين, يعني في ناس بياخدوا مجموعه مثلا 20 ومجموعه ثانيه 40, في ناس بيبقى عندهم الكيسز بيبقى صعب ياخدها. فبيقول لي انا هاخد 20 السامبل سايز اللي احكيها لي, بس على فكره انا هاخد البروبورشن هتبقى 1:2, يعني هاخد الكيسز 20 والكنترول 40 مش 20 و20 ماشي. بس انا يعني يوجوالي احنا بناخد 1:1, يعني هياخد 40 كيس و40 كنترول او 20 كيس و20 كنترول. فلما بقول له برده كده هقوم دايس على كالكوليت بيحسب هي, هيطلع لي النمبر في كل جروب, فيطلع 95 في الجروب الاولاني و95 في الجروب الثانيه, يعني كلهم على بعض كده سهل قوي. طبعا يعني كل الكالكوليشنز اللي فاتت دي ما انا بشرحها وبنساها, معتمد على البروجرام وخلاص. في بقى لو انا بقارن سنجل بروبورشن اللي احنا كنا واخدينه في الكالكوليشن, a researcher was interested in studying the proportion of children living near a lead smelter who has colic. عايز يشوف هل الاطفال اللي عايشين جنب منجم الرصاص ده عندهم الكوليك بيجي لهم برسنتج اكتر ولا لا. تمام هو ده الهايبوثيسيس بتاعه. قلت له طب ماشي هاتي بقى استادي قديمه او استادي قبلك درست الموضوع, فلقى انه الاستادي اللي قبله قالت له والله على فكره ده البرسنتج بتاعه الاطفال اللي عايشين جنب الليد 19%, الليد سمالتر دول 19%, والبريفلنس بتاع الكوليك في الجنرال بوبوليشن في الاطفال عموما 7%. تمام يبقى انا عايزه اقارن هنا سنجل بروبورشن, لان انا بدرس اطفال مجموعه واحده بقارنهم بالجنرال بوبوليشن بالاطفال اللي زيهم في الجنرال بوبوليشن, فده اسمه سنجل بروبورشن. هشتغل على كومبتنس انترفال قد ايه, 95%, الباور بتاعك كام, 80%. هدخل هناك واختار ايه بقى, سنجل بروبورشن. هيفتح لي ويندو عامله ازاي اهي, ويندو عبيطه جدا بيقول لي فيها برده تايب 1 ايرور 5%, طب تايب 2 ايرور 20%, طب البروبورشن بتاعهم اللي هو خدتيه قبل كده من البريفيس ستادي 19%. طيب النول هايبوثيسيس فاليو اللي هو في الجنرال بوبوليشن كانوا كام, الاطفال اللي في سنهم بس مش عايشين جنب مناجم 7%, واقول له كالكوليت طلع لي 48. يبقى انا اقول له انك هتشتغل على سامبل سايز 48. طيب هو دلوقتي لو انا هشتغل حاجه ما حدش اشتغلها كده, بحب احسب السايز بتاعها. بصي بقى في حاجات بقى يعني ثيوريتيكال بقى يقول لك ان السامبل سايز مش المف... لو حاجه بقى فعلا حد فعلا جه لي قال لي بصي لسه نومي. اول مره انا اول واحد الله اعلم هو اول انا اول واحد ما حدش دورنا وما لقيناش ثيوريتيكال لا المفروض ما تاخدش اقل من 40. يعني بص بقى يعني حاجه زي ما دام انت اول واحد ومفيش لا قبلك ولا بعدك يبقى انت على الاقل 40. في ناس اصلا بتحسب السامبل سايز يعني ده حاجه ساينتفك هيقرا في البيبرز اللي قبل كده وشوف هو الناس خدت قد ايه. يعني مثلا هتلاقي معظم الرنجات 50 60 70 وهكذا, يبقى انت حاطط في الرنجات دي, ولا الناس شغاله في 200 و300 يبقى انت ما ينفعش تنزل عن كده. يعني هو طبعا ليها طريقه, بس من ضمن الحاجات الساينتفك انك تقرا الليتريتشر اللي قبلك, الناس اشتغلوا قال لك اشتغلوا على كده لو انت ما عندكش اي ستاتستيكال بروجرام. يعني
لكن لو واحد بقى يعني ما حدش اشتغل قبله خالص يبقى مش اقل من في كل الاحوال. ماشي. اخر حاجه بقى لو انا بقارن تو بروبورشن هو برده احنا قلنا الاكزامبل بتاع الايكويشن احنا بقى هنقولها ازاي بنعملها على البروجرام. لو احنا ابابليك هيلث ريسيرشر وونتس تو نو هاو تو هاي سكولز مدرستين واحده في مكان واحده في مكان تاني يعني ديفر ان ذا برسنتج اوف ستودنت وسموك عايز اشوف نسبه السموكر في مدرستين مختلفين. فقلت له خلاص تمام هات لي بقى بريفيس ستادي فجاب لي قال لي والله على فكره في البريفيس ستادي انه كانت في المكان اللي هو في الانر سيتي كانت مثلا 50% ومش عارفه السب بروكس دي ولا ايه دي كانت 34% في مكانين مختلفين. في المدرسه الاولانيه كانت 50% والمدرسه الثانيه كانت 34% هتشتغل على كونفرنس بتبقى قد ايه 95 والباور بتاعي تمام. هروح البروجرام بتاعي هقول له ايه كومباريزن اوف ايه تو مين ولا تو بروبورشن تو بروبورشن او اخترتها هيفتح لي ويندو هيقول لي برضو عايز سايد 1 ايرور كام وسايد 2 ايرور كام. البروبورشن في الجروب الاولانيه كانت 50% والبروبورشن في الجروب الثانيه كانت 34% وانا عايز الجروب الاولانيه تبقى قد الجروب الثانيه وهقول له كالكوليت هيطلع لي في كل جروب المفروض اخد 149 بس. دي معظم الستاديز بتجيلنا كده. انا عايز اقارن جروب بالجنرال بوبليشن سواء كان مين او بروبورشن عايز اقارن تو جروبس مع بعض المينز بتاعتهم او البروبورشن. انا شايفه ان انتوا مش المفروض يعني مش معليكم ان انت تعرف تحسب السامبل سايز بس على الاقل لو طلعت ان انت تبقى فاهم يعني ايه سامبل سايز وتتحسب ازاي وان انا حتى لما اروح الكليه من حقي ان انا اطلب يحسب لي سامبل سايز كويس لانه انت لو ما حسبتش السامبل سايز مظبوط ممكن الديفرنس اللي عندك ان انت انترستد في الدرس مش هيطلع لك مش هتلاقيه عندك في السيرفر. فزي ما انتوا شايفين يعني حتى على الاقل عرفتوا ان احنا بنحسبها من البريفيس ستادز يعني انا معتمد على البريفيس ستادز فلو انا ما حسبتها كده عشوائي مش هيطلع لي بعد كده في الاخر الفاكتور في انترست انا مهتمه بيه مش هلاقيه عندي في السيرفر او مش ظاهر النتيجه اللي هو دايما الناس تيجي لنا تقول لنا انا عايز يبقى سيجنيفيكانت يمكن اللي قبلنا شافوا يعني حضروا قبل كده عارفين يعني ايه ستاتستيكال سيجنيفيكانت يطلع الحاجه مش سيجنيفيكانت لا انا عايزها ستاتستيكال احيانا ممكن هو ما يبقاش سيجنيفيكانت فعلا واحيانا ممكن هو يبقى واخد السم سايز صغيره ما خليتوش ديتكت الفاكت اوف انترست ان هو تمام. حد عنده سؤال يا جماعه فهمت حاجه انا الجزء الاولاني وحش لا بس عشان حسابات بس عشان حسابات. طب ايه اللي مش فاهماه في الجزء الثاني؟ لا ما تحفظي بس ما ده طبيعي ما تحفظي خالص المعادلات يعني انت عرفتي على البروجرام البروجرام ما هو انا صراحه لا معادلات لا يعني انا بقول لك حتى البروجرام دي حاجه برضو ادفانسد عليكم انتوا يعني دخلتوا مع ان هو اونلاين تقدروا تعملوه بسهوله يعني لو دخلتي اونلاين جربي كده النهارده سامبل سايز عنوانها ايه اللي هي الجزء الاخير ده الصندوق ايه ولا اللي ايه ولا سامبل لا اللي هي الجزء اللي هو بصي هو النهارده اخر يوم لازم تخلصي متاخر